جزاكم الله خيرا. يقول أيضا في حديث قرأته قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هل يكفي هذا لصلاة الفجر والعشاء في جماعة عن قيام الليل؟ هذا فيه فضل عظيم لهاتين الصلاتين، صلاة العشاء صلاة الفجر، على لبيان فضل هاتين الصلاتين. وإذا صلى من الليل وتهجد من الليل فهذه زيادة خير، والمسلم بحاجة إلى زيادة من الخير، فيحافظ على صلاة العشاء وصلاة الفجر وغيرهما من الصلوات الخمس، يحافظ عليهما مع الجماعة. وإذا صلى من الليل كان له زيادة أجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالجماعة وكان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، ما ترك قيام الليل. ليس معنى أنه إذا اقتصر على صلاة العشاء وصلاة الفجر يحصل له قيام، يحصل له أجر من قام الليل، وإنما معنى هذا فضل هاتين الصلاتين والمحافظة عليهما. نعم.